وده فول بزيت الزيتون والليمون والكمون. وهنعمل دلوقتي الشكشوكة. خلينا نقول بسم الله، هعدلهم لك كلهم اللي انت عايزه. الشكشوكة عندنا شكشوكة بالجبنة الموتزاريلا والبيض المسلوق. طيب ممكن نكتبها بالبيض المسلوق يا روان عشان لما حد يجي يبحث عنها تبقى سهلة عليه بعد إذنك حبيبتي. يبقى شكشوكة بالبيض المسلوق، مش مهمة بالجبنة الموتزاريلا. طيب عندي بقى 5 بيضات مسلوقين أو على حسب البيض المتبقي أو عدد أفراد الأسرة. طيب عندي جبنة موتزاريلا، وعندي بصل مفروم وتوم مفروم وطماطم مفرومة، وعندي كمان فلفل اخضر، وده يعني زي ما تحبوا. لو عايزينه حامي اوكي بتبقى جميله، لو مش عايزينه حامي ممكن يبقى بارد. فلفل الوان، بقدونس، كزبره خضراء، صلصه معلقه واحده، نص معلقه كركم، لو في ريحان بتدي طعم حلو قوي، تدوقوا شكشوكه مختلفه من نوع تاني خالص. معلقه زبده، ملح وفلفل، تقدروا تعملوها بالزيت لو انتوا عايزين، وتنفع تبقى بالزبده لو احنا حابين. اعتقد دي هتاخد مني وقت شويه، خليني اخد في تشويحه دي، اخد الطاسه دي الحلوه دي هنا ده علشان ايه تبقى سخنه وتمام معايا ده. هاخد بقى شويه البصل والثوم وهاجي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هاخد الحقيقه شويه زيت، زيت نباتي عادي. كده البصل نشوحه شويه، اديله رشه ملح، نزل بس السوائل اللي فيه ويساعدني يتحمر بسرعه، ورشه فلفل كده. عايزينه مفروم ناعم خالص يكاد يكون ما يبانش، يفضل يبقى البصل ناعم جدا، ناعم خالص. في ناس مش بتحب تحس طعم البصل اصلا. واحط هنا شويه الثوم، وبعدين وانا في المرحله الاولى هاخد شويه الكركم. ليه؟ علشان اطلع الطعم الحلو واديهم تشويحه حلوه وتحميصه حلوه، تطلع ريحه وفايده الكركم. خلاص تدي كده صفار خفيف، تدي لون حلو للشكشوكه، بس مش هتغير طعمها، هتبقى الشكشوكه اللي احنا عارفينها عادي جدا. بصوا الجمال كده. وعندي هنا ده شويه بصل اخضر حلوين، وهسيب شويه على الوش الشكشوكة كمان من فوق. بصوا كده. وعندي الفلفل الحار، ده فلفل حار وده فلفل رومي، نديهم تشويحة حلوة مع بعض كده. وهاخد هنا الفلفل الالوان. بص الالوان جميله، طعمها حلو قوي. وفلفل اصفر اللي موجود عند حضراتكم، عايزين تكتفوا بالاخضر بس تمام، انا بس عايزه ايه وكزبره الخضراء كده. وهندي شوية بقدونس كمان، خضرة بقى الحلوة دي كده. وعندي هنا معلقة الصلصة، رشة نعناع جافة خفيفة أو ريحان، هتبقى روعة لو الريحان. وادي معلقة الصلصة، دول معلقتين بالظبط ممسوحين، شوحهم في بعض كده. وهدي طش ميه خفيف سخنه عشان ما تبقاش برضو تاخد مني وقت شويه فيه كده. بصوا الجمال اهي، شويه تديها بس صوص تصلصل الكميه الخضار الحلوه دي. وهجيب البيض المسلوق، هاته هنا، عايزينها في الشفافه احسن، خليني اعملها في الشفاف احلى عشان حضراتكم تبقوا شايفين. ممكن اخد كده البيضة هقسمها 2 خليها كده انا يمهم احسن كده بالطول
كده. شوفوا حاجه غريبه دلوقتي، ما تستغربوش، بس هتعجب الولاد وهتعجبكم جدا. جربوا بس الريحان الاخضر معاها مع شويه الخضره دول والحبه اللي احنا عملناهم دول، مش قادره اقول لكم على الجمال. بصوا بقى هنا بدات تصلصل شويه، زود كده حبه صغيرين ميه. بصوا الجمال، رشه ملح بقى اخيره مع كل الخضار والفلفل اللي اتضاف مع الحبه الحلوين دول. نقلب كده تقليبه حلوه اهو كده. البيض مسلوق مش محتاج يستوي، انا بقى الفرن عندي شغال سخن، مش محتاجه الفرن نفسه، محتاجه بس الشوايه عشان هتسيح على الموتزاريلا اللي انا هحطها. بصوا بقى هاخد شويه الحاجات الحلوه دي كلها، بسم الله الرحمن الرحيم. هروح هنا، خليكم بقى معايا. بصوا الله الله الله، استنى مستنياكم حبايبي اهو. بس سمعت مطوع بيقول حاجه. طيب كده بصوا الجمال، استنوا بقى ثانيه واحده اهو. بصوا البيض تحت صح، هنيجي بقى هنا اهو عشان بس يبقى ايه البيض المسلوق. عايزين تحطوا البيضه كامله اوكي، انا بس ايه حاولت ان انا اقطعهم كده شويه اهو، مش تبقوا شايفين ان فيها بيض يعني. حتى لو البيض المسلوق واحنا قديم عندنا. خليني بقى اخد كده امسح المسحه الخفيفه دي، انضف كده الايه الطبق كده. وهاخد الموتزاريلا الاول، شويه بصل اخضر خلاص، ادعموا بقى المناعه بتاعتكم. وادي شويه الموتزاريلا، الله 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 كده. وصحه وهنا على قلب ال هياكل الشكشوكه الحلوه دي. خليني بس ايه اخر حاجه رشه هنحطها في الفرن، رشه ريحان على الوش وصحه وهنا على قلبك. هحطها دلوقتي في الفرن تحت الشوايه، دوب بس تسيح الجبنه وتبقى مالتد وهي لونها ابيض مش هتتغير. بسم الله بسم الله بسم الله اهو. يلا وهنديها حوالي 10 دقائق على حسب بس ما درجه حراره الفرن، يا دوب تسيح بس الجبنه الموتزاريلا، وكلوا بقى احلى شكشوكه ببواقي البيض المسلوق اللي موجود عندنا في البيت.